السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي. هالنهار ان شاء الله غادي نقدموا واحد الحلقة اللي مهمة ومهمة بزاف، وهي أسباب انخفاض الخصوبة عند الأرانب وكيفية الرفع منها. أول سبب ممكن نهضروا عليه في هذا الموضوع وهو الزيادة في العمر. فبمرور سنتين عن الأرانب، إما الذكر وإما الأنثى، تقل الخصوبة بشكل تدريجي. هذا أول حاجة نقدر نهضروا عليها. هناك سبب آخر وهو إصابة القطيع بمرض موحد. مثلا ملي كيجيهم شي واحد مرض وكيضربهم كاملين، يعني ماشي كل واحد على حدة، ملي كيضربوا مرض واحد يعني القطيع كامل، كذلك يساهم في انخفاض الخصوبة بشكل ملموس. كذلك كاين قضية واحدة أخرى وهي الجهاز التناسلي ديال يعني الجهاز التناسلي ديال الأنثى كيتأثر بشكل كبير بعدم التغذية المتوازنة. يعني ممكن أن التغذية الغير متوازنة ممكن هو يأثر على الجهاز التناسلي ديالها بواحد يعني الشكل ملموس. أما السمنة فهي لب الموضوع ديال هذا النهار هذا وهذه الحلقة، بحيث أن السمنة هي السبب الرئيسي في انخفاض الخصوبة بالنسبة للذكر والأنثى. نهضروا على كل واحد على حدة. فالذكر إذا زاد وزنه عن 3.5 ديال الكيلو يصاب بالتهاب العرقوب. علاش؟ نظرا للاحتكاك الأرجل ديالو الخلفية بسلك القفص، وكذلك السمنة، وكذلك السمنة لأنه كيولي سريع، ما كيبقاش سريع الحركة، كيولي ثقيل، يعني الذكر كيولي ثقيل وما كيقدرش الصعود فوق الأنثى لإنجاح العملية الجنسية بشكل صحيح. هذا من جهة. أما قضية أخرى هذا بالنسبة للذكر، دابا نهضروا بالنسبة للأنثى، فهي أيضا تصاب بالتهاب العرقوب أول حاجة لأنها كتكون سمينة بزاف. وكذلك إذا كانت الأنثى سمينة، يعني سمينة بزاف، فإنها لا ما كتبقاش تسمح بوصول السائل المنوي إلى للبويضات، وإلى ما وصلش السائل المنوي للبويضات راه ما كيحدثش الحمل. هذه راه معروفة، يعني بالعقل راه معروفة. إذا كلما كانت الأنثى سمينة كلما كان التلقيح ضعيف، كيكون التلقيح ضعيف ما يعني ممكن أنه يحصل الحمل، ممكن أنه لا. كذلك هنا واحد النقطة مهمة في هذا الموضوع، وهي إلا تركنا الذكر بعيد عن الإناث وما استعملناش واحد المدة في التلقيح، فإنه كذلك يصاب بحالة من العقم المؤقت، يعني ماشي كيولي عقيم، وإنما واحد الفترة ما كيبقاش يقدر وخا يتزاوج ما يولدش. كذلك في الإناث، فإن إلا ريحناهم واحد الراحة طويلة، احنا ماشي كنقولوا على شهر واحد، إن ريحناهم بزاف كاع نقولوا ارتاحوا بزاف، حتى هي كيوقع هذا المشكل هذا. وكاين عاوتاني الأنثى اللي كتأخر حتى هي في الولادة، حتى هي كيحدث عندها هذا المشكل هذا، كتولي الخصوبة ديالها كتقل، وكيولي حتى عندها صعوبة في التلقيح، يعني كتولي ما باغاش تلقاح. المهم المربي كيلقى واحد المشكل ان مع هاد الانثى اللي كتكون في هذا المشكل. هذا من جهه. من جهه اخرى كتكون الانثى في قمه ديال الخصوبه ديالها بعد الولاده مباشره، يعني ملي كتولد الانثى فوقاش كتكون الخصوبه ديالها مرتفعه، راه بعد الولاده مباشره يعني بساعات. وكذلك بعد مرحله الحمل الكاذب، تاع الا كان في شي انثى كانت بان لكم باللي حامله
وما ولدتش وصافي داكشي اختفى يعني اما رماتو اما حتى هي كيولي كتولي عندها الخصوبه ديالها كتقل. كذلك اذا كان الاختلال الفيزيولوجي في الاجهزه التناسليه ديالها وهذه النقطه كتلعب دور كبير من انخفاض الخصوبه خاصه عند الاناث. يعني خصنا نقلبوها مزيان ونشوفوا الجهاز التناسلي ديالها كي داير, نشوفوا الحوض ديالها واش العظام ديال الحوض ديالها واش عريض. يعني المهم خصها تكون عاديه. اذا لتجاوز هذه المشاكل اشنو خصنا نديرو؟ اولا يجب اتباع برنامج صارم ومتوازن في التغذيه. كذلك خصنا نعطيو الانثى فتره من الراحه بعد الولاده لكي ترضع صغارها بشكل كافي, انهم منين بغيو نفطموهم على 35 يوم وليس على 30 يوم. كذلك يجب فرز الاناث ذات الجوده العاليه وليس الاناث ذات الحجم الصغير. يعني واخا نقارنوا في القطيع نشوفوا مثلا انثى صغيره ونقولوا هذه هي اللي غادي نستعملوها للولاده, باين هذيك ما غاديش تكون صالحه, هذه غادي خصها تكون يعني نتخلصوا منها نبيعوها بالكيلو. اذا كاين قضيه عاوتاني خصها نشوفوا هذيك الانثى اللي كتميز بالحيويه والنشاط, ديك اللي كتكون كتلعب في الكاج وديما واقفه وكتبان لك باللي راها ماشي غير مرخرخه, كتبان لك باللي راها واقفه وكتحرك بزاف, هذيك هي اللي نحتفظوا بها. اذا عموما يجب فرز الاناث ذات الصحه الجيده وذات الحيويه والنشاط, وخصها تكون خاليه من التشوهات الجنسيه والخلقيه, وخصنا نطبقوها حتى الوزن ديالها مع الحجم ديال 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 الجهاز التناسلي ديالها, خصو يكون عريض وممكن انها تولد مزيان. كذلك خصنا نراقبوا او نفحصوا الحلامات وهي عاد صغيره, منين يلا في مرحله البلوغ نشوفوا اولا شحال عندها من حلامه, بعدا واش مكتملين في النمو, ونشوفوا شحال عندها من حلامه. خاصهم يكون ما بين 8 حتى 10, ما تكونش فيها 6 الحلامات. المول 6 الحلامات ما غاديش تكون واخا غتولد ما غاديش تكون كترضع بشكل جيد. كذلك يجب فحص العظام ديال الحوض, هذه مرحله مهمه خصنا نقوموا بها, خصو يكون يعني متسع وكبير وعريض, حنا كنقولوا عريض. كذلك ما خاص تربيه الارانب اللي كيكونوا متعصبين وكتكون شرسه, يعني انت غير كتحط يدك وهي كطير عليك مثلا ولا كتبغي تعضك ولا ما كتكونش مستقره في واحد البلاصه وكتكون يعني انت خايف عليها من 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 من, من, من الصغار ديالك, يعني الاولاد ديالك, هذيك كونوا متاكدين انها غادي تفترس حتى الصغار ديالها. هذيك حاولوا انكم ما ديروهاش لان ما غتكونش خدامه, ما غادي تعذبكم في التربيه. اذا هذه الحلقه ديالنا ديال هذا النهار, حلقه مهمه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا, دعمونا بزر لايك باش نستمر في المواضيع اللي كتعجبكم وكتشكروني عليها. كنشكركم حتى انا بدوري في التعاليق ديالكم, راكم ديما كتدعيو معايا وكتشكروني, كنشكركم حتى انا بالدور ديالي. تكيو على زر جيم باش تساندوني, وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.